السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم وتحياتي كل أصدقائي اللي بيشاهدوني على وسائل التواصل الاجتماعي على جروب صيدلة الهلال وقناة معلومة طبية. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس اللي موجودة على الفيسبوك جميعا. طبعا أنا حزين شوية، بس يعني والله لو بيدي حاجة أعملها للناس أنا كنت عملتها. عايزين شوية على يعني شوية التكافلات اللي احنا عملناها ونزلناها على جروب صيدلية الهلال، ويعني أنا مش عايز أتقل على الناس، قلتلكم مش عايز أتقل على الناس اللي بتقدم لنا مساعدات في تكافل جروب صيدلية الهلال. ناس كتير النهاردة زي ما انتم شايفين بعتولنا، وفي ناس والله أنا مأجلهم، وفي ناس بقولهم حاضر. يعني عندنا تكافلات كتير جدا، وكنت اتمنى ان هي مبادره قناه معلومه طبيه دي تستمر، بس مش مهم، انا عايز اساعد باي طريقه، واللي ربنا بيقدرنا عليه والله بنساعد بيه، ومما نطلعهوش على الصفحه برضو. يعني في حاجات كتير احنا بنطلعها وجروب صيدليه الهلال بيطلعها، مش بنعرضها على صفحه الصيدليه. في ناس قدموا لنا النهارده يعني روشتات كتير، بس انا يعني مأجل الموضوع شويه. هي بس دعوة ليكم ودعوة لكل أهل الخير اللي هم لو عايزين حتى يتواصلوا مع الحالات مباشرة يتواصلوا معاه. كل الناس اللي معانا على جروب صيدلية الهلال الإيجابية أنا بحبكم جدا، وبتمنى الخير ليكم زي ما انتم بتتمنوا الخير لجروب صيدلية الهلال، وعايزين الجروب يكبر بيكم. زي ما انتم شايفين أكتر ناس متفاعلة معانا، بنعملها يعني إشراف معانا في الجروب، لأن الجروب دوت بتاع الناس كلها. يعني الجروب ده انا في بداية ما انا عملته ما كانش الغرض منه الشهرة ولا المال ولا اي حاجة، الحمد لله الشهرة كانت موجودة من قبل جروب، ونفس الكلام صحة موجودة، صحة ستر والمال، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. احنا كان يعني اكبر حاجة كانت من جروب صيدلية هلال هو التكافل الاجتماعي والمعلومة الطبية. انا شفت ناس كتيرة بتضحك على اصدقائي وصحابي من على النت، بيبيعوا لهم الوهم، بيبيعوا الوهم للناس على النت، كل اللي هم بيقدروا يعملوه اللي هم بيروجوا كويس للدعاية بتاعتهم. ان شاء الله باذن الله هكلمكم النهارده في اخر الفيديو عن الموضوعات ديت. احنا كان النهارده يعني موضوع العيش برضو لسه في مصر عامل صوت وعامل ضجة وعامل حاجات كتيرة، واحنا كجروب صيدلية الهلال فتحنا لكم الفرصة اللي انتوا تقولوا رأيكم في موضوع العيش دوت، واحنا عملنا حلقة عليه قبل كده. بس لفت نظر النهاردة ان في دولة السودان الشقيقة، طبعا عشان انا بقى طبعا اتشهرت هناك في السودان بقى، والناس بدأت تسمعني في السودان، فبقيت يعني ايه اشاهد اخبار السودان شوية. لقيت العيش هناك النهاردة بعد الفيضانات بقى وبعد المشاكل بتاعت النيل، رغيف العيش بيتباع في السودان بمية جنيه سوداني. يعني بقى فكرة ان الرئاسة توجهت لرفع الدعم والحكاية ديت في السودان، بقى مفيش دعم اصلا على العيش، وزي ما انتم شايفين كده العيش الرغيف الواحد بيتباع بمية جنيه سوداني. طب الرئاسة يعني لما لفتت نظر الناس ان في بعض السرقة بتحصل في حكاية العيش، وان الدعم مش بيوصل لمستحقيه، والحكايات اللي احنا بنسمعها ديت مفيش مشكلة، يعني احنا عايزين الدعم يوصل لمستحقيه، الناس اللي ليها حق اللي هي تاخد عيش على مصر ليها حق. ازاي انت تنزل تاني بقى شيل بقى بطاقات التموين لو انت عايز تشيلها، نزل وزارة التضامن الاجتماعي تشتغل شوية، تنزل تعمل بحث على الشعب بجمهورية مصر العربية كده كله، تنزل تاني. انا اعرف ناس عندها عمارات عندها ابراج بتاخد عيش مدعم. تحياتي بقى ليك يا ريس اللي انت بقى عايز تشيل الدعم، ماشي شيله على الغنى، هات بقى الناس تاني، اعمل لنا بحث على الناس اللي بتاخد عيش وما بتاخدش، اديهم العيش اللي يكفيهم ببطاقات جديدة بأسماء جديدة، والناس اللي هي أصحاب العمارات أصحاب الحاجات اللي هي يعني معاهم مستريحين ماديا يشيلوا الدعم ده للناس الفقراء، بدل ما الفريق يقول لك اديني رغيف عيش، لا الدولة هتتكفل بيه، والموظفين اللي ينزلوا يعملوا بحث، اي واحد هيعمل بحث والكلام اللي فيه مش مظبوط اعمل عليه غرامة مثلا 10,000 جنيه، اعمل عليه الموظف ده سجن 3 سنين او 5 سنين لانه هو ما قامش بدوره كويس وتسبب في اهدار مال عام.
اعمل فيزا زي اللي انت كنت عاملها للمعاش ديت، ادي للناس لو انت عايز تعمل بدل العيش اديهم فلوس. احنا بنديك حلول يا ريس اهوت، بس اهم حاجة خلي بالك من المواطن الغلبان. احنا النهاردة بصوا العرق والحر والعيشة، ناس كتيرة بدأت يعني ربنا يصبرها، ربنا يصبر الشعب المصري والمواطن الفقير بالذات، نازل اكل عيشه في عز الحر، وكمان الحاجة غليت والحاجة في ازدياد، كهربا غليت، مية غليت، صرف الصحي اللي ما كناش بندفع فيه فلوس غلي، زبالة اللي ما بتتشالش بندفع فيها فلوس، المرور اللي بايظ في شبرا الخيمة وفي مناطق كتير، والناس قاعدة بتتفرج علينا واختفوا، يعني زي ما يكون الحر بقى او بيصيفوا معرفش ولا ايه. حتى الصفحات الرسمية بتاعتهم، انا طبعا زي ما اقول كده والدتي حلفتني ان انا ما اتكلمش على نائب مجلس الشعب، عشان هو يعني احنا كنا يعني بنحبه، فانا مش هتكلم عن نواب مجلس الشعب تاني، بس كل اللي اقدر اقوله ان هما مش موجودين خالص، محدش بقى يسمع عنهم صوت ولا حس، ولا حتى الصفحات بتاعتهم بدأت تظهر اي حاجة، ولا الناس بدأت تعلق لهم وخلاص. يعني هي ده في اول سنة، يا لو كنت استنوا شوية، يعني كنت استنوا كمان شوية كده تواصلوا مع الناس، حتى سنتين نص الدورة حتى مفيش مشكلة. المهم احنا كان موضوع اللي شغل الناس كلها موضوع العيش، فالناس ما تزعلش ان شاء الله باذن الله. اكيد الرئاسة واخدة بالها كويس من الموضوع ده. هنتكلم النهاردة في المشكلة الزوجية اللي اتكلمنا عليها بقى تاني بعد ما اتكلمنا عن موضوع العيش. كان في مشكلة زوجية عرضناها امبارح برضو معانا في الجروب، واحدة متجوزة بقالها سنة وشهر، جوزها مش عايز يصرف عليها، والنقطة بتاعت الفرح جوزها خدها وصرفها بتاعتها، وخد نقطته هو وحطها في البنك باسمه. لما مراته رفضت طبعا الموضوع بدأ يضغط عليها طبعا، وبدأ في خناقات. يا جماعة الجواز المحاكم مشاكل كتير زي ما انتوا شايفين، وأصدقاء كتير بيعرضوا مشاكلهم معانا عشان خاطر الناس تبدأ تقول لهم على النصيحة. النصيحة اللي في الأول والآخر اختاروا الأزواج واختاروا الزوجات. أي حد داخل على جواز ما تستعجلش، الاستعجال وحش. دايما والدي كان زمان يعني الله يرحمه كان بيقول لي، دايما بيفكرني بالكلمة ديت، العجلة من الشيطان. على الرغم اللي انا كنت بقوله انا عايز عجلة اللي انا اسوقها، بس هو كان دايما يجيب لي العجلة ديت من العجلة اللي هي السرعة والتسرع. بس ما فيش مشكلة، انا فعلا دلوقتي يا والدي تذكرت مقولتك ان العجلة فعلا من الشيطان. اي حد داخل على جواز نتيجة المشاكل اللي احنا شايفينها ديت تأنى في الزواج. اختار الانسانة اللي هتقدر تكمل بيها معاها عمرك وحياتك، وهتربي لك اولادك. اعمل خطوبة، شوف خطيبتك ديت هي فعلا اللي هتقدر تكمل معاك ولا مش هتقدر. مشاكل الطلاق كتير، وياريت الناس الكبار يخشوا في المواضيع، بلاش الذهاب للمحاكم والمشاكل والقواضي. شوفوا كده ربنا زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت قال ان في حلال طلاق. هي بقى الست السيدة ديت بعد ما جوزها خد منها حاجتها وخد منها فلوسها ومشاها من البيت، تطالب بحقها في ودي كده مرضيش، يبقى تتوجه للمحكمة. يعني امبارح كان العكس، كان الزوج هو المظلوم في الموضوع والقضية، النهاردة السيدة اللي في الحلقة معانا النهاردة هي المتضررة، وهي اللي تعبانة من موضوع الجواز. يا جماعة تأنوا في موضوع الجواز شوية. اتكلمنا تاني في المشاكل الصحية، وقلنا يا جماعة انتوا بتروحوا المستشفيات بتلاقوا مثلا الدكاترة في الاستقبال، هي فعلا انتوا يعني كويسين معاكوا وبيعاملوكوا كويس في حاجة؟ طبعا يعني بعض الناس اشتكت وقالت، طبعا بعتوا لنا على الخاص قالوا احنا مش هنكتب على العيال، قالوا ان دكاتره الاستقبال ساعات مبقاش موجودين، الممرضات هم اللي بيستقبلونا، الدكاتره الاستشاري مبقاش موجودين، عقبال ما بيدوروا يلفوا عليهم مبقاش موجودين. طيب في حاجه اسمها هيئه المؤسسه العلاجيه بجمهوريه مصر العربيه، دي كده عباره عن 4 أو 5 مستشفى، 5 مستشفيات. الخمس مستشفيات دول المفروض اللي هم كانوا معمولين سنة 1964، كان الرئيس هو اللي عاملهم عشان خاطر الناس اللي هي متوسطة الدخل شوية بقى، يعني الناس اللي معاها فلوس شوية بسيطة
وخاطر هم يتعالجوا فيها. الخمس مستشفيات اللي في مصر دولت اللي هم المستشفى القبطي ومستشفى هليوبلس ومستشفيات كتير، مستشفى في المعادي ومستشفى في مصر القديمة والإصلاح الإسلامي. الخمس مستشفيات دول اللي معمولين في مصر المفروض يعالجوا الناس اللي هم متوسط الدخل، يعني مثلا مرتبهم الحكومة محددة 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور، يعني هم دول متوسطين الدخل بالنسبة للحكومة. فأنت دلوقتي عشان تخش المستشفى زي ديت مفروض تدفع يعني 5000 جنيه تأمين، يعني حاجة هي الدولة اللي عاملاها وواخدة من الضرائب بتاعتنا والتأمينات بتاعتنا والكهرباء اللي احنا استوينا فيها وحاجات كتير اتاخدت من الدعم واتشالت واتحطت في حاجة زي كده عشان خاطر تبقى بتاعت الشعب والناس متوسطة الدخل. يعني احنا خلاص سيبنا بقى رغيف العيش والغلابة، دخلنا في متوسطي الدخل اللي هما بيقبضوا 2400 جنيه، زي طبعا هيئة كبيرة من المجتمع المصري، زي المدرسين، زي العامل باليومية اللي بياخد له 100 جنيه، ولا يعني معظم الشعب المصري هو في الطبقة ديت اللي هي متوسطة الدخل. طب أنا دلوقتي لو معايا 5000 جنيه هروح مستشفى زي ديت ليه؟ هدفع تأمين ليه؟ أنا رايح للحكومة عشان خاطر تقدم لي خدمة زيها زي مثلا حتى المستشفيات اللي هي زي الجوامع والحاجات زي كده، بس انا اقول بقى مستشفى تبع الحكومة فاكيد هيبقى فيها رعاية اكتر. المستشفيات ديت يعني سمعنا اخبار كتير ان الرعاية فيها اصلا حالات وفيات بتزيد بطريقة كبيرة، يعني حالات الوفيات اللي في الرعاية دي اصلا يعني بدفع 5000 جنيه وكمان بتتوفى. طب الناس معاش 5000 جنيه مثلا انا اعمل ايه؟ وطبعا مستشفيات معظم المستشفيات اللي هي الخاصة ساعات ما بتقبلش الحالات اللي هي بتاعت الرعاية دي. طب يعني الدولة بقى احنا نعمل ايه؟ متوسطين الدخل يعملوا ايه؟ انا عايز اروح اقعد في حتة مثلا يعني ابقى امن فيها على نفسي شوية وعايز اتعالج، يعني حق على الدولة الغذاء التعليم الصحة، اعمل ايه؟ يعني انا عايز يعني كنت كان نفسي الناس الاعضاء الجروب الايجابية يكلمونا كده ويقولوا لنا دلوقتي انا دخلت مستشفى استقبال، مستشفى حتى استثماري، هي يعني يعتبر تبع الحكومة بس فيها نوع من الاستثمار، يعني الحكومة بتستثمر فلوسها في حاجة زي كده. طب ليه الحكومة ما بتستثمرش في حاجة زي كده بس بالسعر المناسب؟ يعني انا ادفع تأمين ليه مثلا؟ يعني انا اخش دلوقتي مثلا حالة حرجة، طب عملية هتحصل، طب ماشي ما الدولة تساعدنا في الموضوع ده، طلعوا لنا قرار مثلا على نفقة الدولة، او واحد داخل رعاية خلاص يعني واحد عامل حادثة مثلا يروح يرموه في مستشفى حكومة ولا يودوه مستشفى زي كده على الاقل هيلاقي رعاية. انا مش هتكلم بقى على يعني مش عايز اخش في الموضوع اكتر من كده لان الموضوع لو دخلت فيه اكتر من كده هيبقى ميول سياسية وانا مش عايز اتكلم في الميول السياسية لان انا بحب دولة مصر وبحب الرئاسة وبحب الدولة بتاعتنا تبقى دولة متقدمة ودولة مريحة شعبها. احنا مستريحين مش مستريحين على الرغم ان احنا هو يعني الحمد لله الحياة ماشية معانا، بس برضو في ناس احنا بنشوفها زي النهاردة عايزة مساعدات ومش عارفين نساعدها. طب الناس دي حقها على الدولة فين؟ يعني لما ناس تبعت لي تقول لي والدتي متوفية او والدي متوفي ووالدتي بتاخد علاج سكر وعايزة العلاج ووالدتي ما بتاخدش العلاج فبالتالي السكر يعلى فبالتالي الست هتموت. حالة تانية مثلا عايزة تعمل عملية، حد تاني عايز يعمل أشعة النهاردة يكشف كشف، حتى الكشف النهاردة كنا عارضين على الجروب حد يروح يقطع كشف الحالة معانا ومفيش، محدش استجاب للموضوع. قلنا المبادرة بتاعت قناة معلومة طبية اللي انتوا تخشوا تتفرجوا على قناة اليوتيوب وتكتبوا التعليقات والأرباح بتاعتها تخش الحالات ديت وهوريكم الأرباح، الناس ما استجابتش. يعني انتوا سلبيين؟ لا مش سلبيين. طب ما تدونا رأيكم كده، اي قرار يعني بيتنفذ وبيتقال احنا بنمشي وراه كده وخلاص ما بنديش اي رأي. طب ما تدوا رأيكم، قولوا صوتكم لعل وعسى الصوت يوصل لأي مسؤول ويسمعنا ونقول له كده ان الناس في معظم الدوائر الانتخابية اللي هم نزلوا وانتخبوا محدش خلاص بدأ يعني زي موسم البيات الشتوي، احنا لسه في الصيف، حتى الشتاء ما جاش عشان تعملوا بيات شتوي. انتوا بدأتوا البيات الشتوي ليه بدري؟
ما بتنزلوش ليه تشوفوا ميدان المؤسسة، تحلوا المواضيع، المرور، الزبالة اللي مرمية في كل حتة، موضوع العيش ده محدش يعني طلع قال رأي فيه. يعني قولوا حتى يا جماعة احنا عايزين نوصل الدعم للمستحقينه، فاحنا هنشيل الدعم عشان في اهدار للمال العام في توزيع الثروة في العيش. الدولة بتعمل الرغيف ب60 قرش واحنا بنديهولكم بشلن، ما ينفعش. الدولة بتخسر، الدولة بتاعتنا بتخسر، احنا ما رضيناش ان مصر تخسر. يعني احنا ما رضيناش ان مصر تخسر، انتوا الشلن اللي هزلونا بيه مش عايزينه مثلا، انتوا عايزين تشيلولنا الدعم وتخلوه الرغيف ب60 قرش، لا خلوا الرغيف بجنيه. خلوا الرغيف بجنيه، يعني خلوا الرغيف العيش بجنيه. انا بقول لكم اهو احنا هنوافق ان انتوا تخلوا رغيف العيش بجنيه، واحنا هنشتري اللي يكفينا من العيش. لو الرغيف بجنيه هنشتري رغيف مثلا. طيب احنا بقى انتوا شلتولنا الدعم، الراجل اللي هو بيقبض له، الراجل اللي بيقبض 1000 جنيه ماشي، وانتوا خلاص بقى شلتوا الدعم عنه، يعني احنا دلوقتي ما بناخدش منكوا اي حاجة، يعني انتوا ما بتدوش للشعب اي حاجة، تمام؟ خدوا الدعم بتاع العيش واعملوا لنا بيه مصنع كده في كل بلد بقى، او في كل قريه، او في كل حي، او اعملوا لكم كده زي ما انتوا عملتوا كده في المنوفيه في قريه السادات، مصنع تبع السوليو فودز للجيش، اعملوا بقى مصنع للمدنيين، وهاتوا لنا بقى الناس اللي هي مش شغاله، اللي هي اصلا كانت بتاخد الدعم. يعني انتوا زي ما بيقولوا كده ايه، ما تدينيش سمكه، لا اديني السناره وعلمني ازاي اصطاد، احنا مش عايزين منكم عيش. انتوا ادونا كده مصانع، هاتوا الشباب اللي قاعد على القهاوي، هاتوا الشباب اللي قاعد على التيك توك ماشي، هاتوا الشباب اللي قاعده ليل ونهار على الفيس، هاتوا البنات اللي ما شاء الله عماله تعمل حركات وعماله تقلع على التيك توك وعلى الفيس ومشوهه سمعه مصر، خلوا ناس يعني بيتكلموا علينا كلام غير لائق، هاتوهم. تعالي يا حبيبتي بدل ما تقعدي على التيك توك وتعملي كده، هاتها وديها تعمل اي مصنع سجاد ولا مصنع اي حاجه. عايزين نعمل اتفاق بقى ذاتي لمصر كده، يعني احنا مش عايزين دعم، انتوا شغلونا او شغلوا الشباب اللي قاعد على القهاوي ديت، وان شاء الله باذن الله محدش هيرفض اي قرار ولا حد هيقول حتى رغيف العيش، طالما الشيلين بتاع رغيف العيش هو اللي مضايق البلد مفيش اي مشكله. احنا شيلوا الدعم كله واحنا هننزل نشتغل بايدينا، الناس تنزل تشتغل بايديها، انزلوا اشتغلوا بقى. انتوا هتقعدوا عايزين العيش يجيلكوا لغايه البيت؟ لا خلاص احنا موافقين يا ريس اللي انت تشيل الدعم عن العيش وتشيل الدعم عن الكهرباء، وبدل ما بنشغل التكييف اهو 2 3 ولا 4 هنشغله ربع ساعه بس، عشان خاطر اخواتنا محدود الدخل ينزلوا يشتغلوا، اعمل لهم بقى المصانع واعمل لهم التقديم على الشغل والناس تنزل تشتغل. عايزين اكتفاء ذاتي في كل حاجة، يعني محافظات زي المنوفية اديهم الزراعة والمواشي وخلي الناس تشتغل هناك، رجع التكليف تاني، ايه المشكلة يعني ما ترجع التكليف تاني للمدرسين واعمل مدارس زي المدارس الخاصة. ما انت هشيل الدعم بقى، شيل الدعم، اللي عايز يتعلم يروح يتعلم بس هيطلع هيلاقي شغل، مش بتديله دعم وهيطلع مش هيلاقي شغل فملوش لازمة، انت بتصرف عليه على الفاضي. يعني خريجين التجارة او الاداب او التربية وقريبا طبعا الصيدلة والطب ماشي، عمال تصرف عليه في التعليم وعمال تجيب مدارس وعمال تجيب مدرسين وعمال تصرف عليهم، وفي الاخر بيطلعوا ما بيشتغلوش، يبقى ايه لازمة الدعم والتعب ده كله؟ افتح بقى انت الدنيا واعمل لنا المصانع، واعمل المدارس الحكومية دي تبقى مدارس استثماري، والمدرسين بدل ما بياخدوا مثلا 500 2000 جنيه مرتبات زود لهم المرتب مفيش مشكلة، ما هو كده كده المصاريف هتزيد، وكده كده أولياء الأمور بتطلع تدفع دروس خصوصية بره مفيش أي مشكلة. فبدل ما تدينا العيش لا ادينا، بدل ما ادينا السمكة ادينا الصنارة وعلمنا ازاي نصطاد. ده كان الموضوع اللي كان النهاردة كنا عايزين نتكلم عليه، وياريت الناس تاخد الأمور بجدية، احنا عايزين نشتغل والناس عايزة تشتغل والشباب عايز يشتغل، بدل ما انتوا قاعدين 24 ساعة
على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتغلوا انتجوا خلوا مصر كده نسمع عن، عايزين بقى الاجيال اللي جايه تقول كلمه حلوه في حقنا. يعني انا مش لاقي كلمه الاجيال اللي هتيجي بعدينا تقولها في حقنا. يعني انا مش عارف احنا هنسيب ذكرى حلوه للاجيال القادمه ايه. يعني رفعنا لهم كل حاجه وهو الاسعار، سيبنا لهم التيك توك، ظبطناهم في مجلس النواب وظبطنا لهم الدنيا والدنيا ماشيه مية مية، ومش لاقيين اي حاجه نقولها لهم. ان شاء الله باذن الله هنقول لهم عايزين نسيب لهم ذكرى حلوه. مش هطول عليكم النهارده، طبعا كنت اكلمكم طبعا كان في ناس يعني بتسال كتير واعلانات كتير، يعني في ناس بتسال هل في منشطات جنسيه للسيدات مثلا اللي بتعاني من البرود الجنسي. دي المعلومه الطبيه بتاعت النهارده. مثلا كل النشطات الجنسيه اللي بتتباع عن طريق النت وزاره الصحه مش قبلها. وزاره الصحه لو كانت قبلها كانت نزلتها. حتى فياجرا الحريم اللي كانت نزلت في مصر وسمعت برضو اثبتت فشلها. مش عايز اقول لكم يعني خلاص بقى السيده المصريه خلاص نموتها، لا ما نموتهاش. في حاجات كتير للتغلب على البرود الجنسي، بس دي عشان نتكلم عليها بتبقى عايزه حلقه كبيره. انا النهارده كنت عايز اقول المعلومه الطبيه الوحيده ان الناس ما تشتريش اي حاجه من على النت للبرود الجنسي بالنسبه للسيدات، او تخش الصيدليه تسال على حاجه زي كده بالنسبه للسيدات. انا طبعا تحت امركم في اي حاجه. الناس اللي كانت بعتالي النهارده معلش ما قدرتش ارد على حد النهارده، لان النهارده كان يوم شغل وكان الجو حر جدا وكان يوم مشقه وتعب في الصيدليه. ان شاء الله باذن الله انا مكمل معاكم في جروب صيدليه الهلال، على الرغم من مشاهدات قليله تفاعل الجروب قليل جدا، والجروب على الرغم من كثره عدده ان شاء الله باذن الله هيوصل بكره ل 11000. وبكره افكركم، بس معظم اللي بيخش الجروب مش عارفين حاجة، داخلين كده بياخدوا فكرة الجروب ده بيتكلم على ايه، بيبيع بطاطس ولا بيوزع هدايا ولا بيبيع لب ولا بيعمل ايه. يا جماعة خلوكوا ايجابيين، عايزين بقى نبقى ايجابيين في كل حاجة. احنا دخلنا جروب صيدلية الهلال عرفنا ان الجروب دوت بيتكلم مشاكل اجتماعية، بيتكلم على مشاكل صحية، وكمان بنتكلم على التكافل. ناس في ناس كتير عندنا محتاجة تكافل كتير، وانا مأخر الموضوع بسبب مش هقول لكم اللي انا بفرض عليكم اللي انتوا تدفعوا التكافل ده. انا كان ابسط طريقه وابسط مبادره صديق ليا قالها لي اللي انتوا تخش، لو انتوا حد عندكم يعرف حد عامل قناه يوتيوب، قناه فرفشه كده ونعنشه وتابع الجروب واحنا ندعمها، مفيش اي مشكله يقول لنا عليها ويتبرع بالارباح دي للحالات دي. لو حد يعرف بتاعة الهوهوس دي، ولا حد يعرف حمو بيكا ويبلغه رسالتنا ديت ان هو ينضم معانا لجروب صيدلية الهلال، واحنا نقعد نسمعه وننزل له الاغاني بتاعته للجروب ويسمعها ودعموه، مفيش اي مشكلة دعموه. بس اهم حاجة يتبرع لنا من، حتى مش عايزين الارباح كلها زي ما انا قلت. يعني انا قلت لكم هتبرع لكم بالارباح كلها، لا احنا عايزينك يا حمو يا بيكا تتبرع لنا مثلا ب 20% من الارباح بتاعتك وتغطي لنا بيها الحالات التكافل بتاع جروب صيدلية الهلال. والله ناس بتكلمنا من كل مكان من محافظات، والله احنا وصلنا الحمد لله وصلنا خدمات هنا. يعني كانت الناس نشطه شويه في شهر رمضان، يعني شهر رمضان كان شهر خير وكرم وكانت الناس نشطه شويه وكانت عاملين اكتفاء ذاتي فعلا لكل الحالات اللي متقدمه. بعد رمضان زي ما يكون رب رمضان خلاص هو رب رمضان فقط لا غير، وبقيه الشهور استغفر الله العظيم يا رب ما يعني ما فيش حد ليه. مش هطول عليكم عشان النهارده الخميس، وانا عارف ان الناس كلها بتحب تنام بدري يوم الخميس عشان تصحى الصبح متاخر يوم الجمعه وتصلي الجمعه. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس اللي بتشاهدني على وسائل التواصل الاجتماعي. معاكم دكتور حسام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.